محصودة باصفرار مريض ممتد على هذه على وجه هذه البقعة الفقيرة الهائمة المنسية في الجنوب. هنا السلطة فقط للهشير وبقايا القصل الجاف، يكفي عدو ثقاب واحد ليشعل كل شيء. الحرارة تحرق كل شيء، تستخلص من الأرض كل حبة مخزونة من الماء، ونسمة واحدة تجعل من الغبار سيد المكان. الغبار يغطي الوجوه، الأسى ينضح من الأعين، والبشر مغموسين بنزق حاد. تكفي شرارة واحدة لتوقظ رغبتهم بالحياة، تكفي إشارة واحدة من جنوح المكان ليتغير إلى الأبد. ثمة مخاض صامت في هذه البلاد يستنهض الدماء والأرواح والصخور. لم أعد أستطيع أن أرجوع كما كنت، لم أعد أستطيع المسير، إني محتجز بين لحظتين، بين عالمين وزمانين وتاريخين. وإن الشرق الذي أبدع 3 ديانات يستعد ليصدر ديانته الرابعة. ستكون هذه المرة طاقة أخرى ستغمر العالم، عالم سيشبه نفسه، لا يتحدر من أحد. فبعد أن اقتنعنا أن الأرض كروية صار لا مناص أن نتحمل الجميع، فلم نعد نستطيع ركل السفلة إلى الهاوية. Boring? No. one more. Exactly. Last one, it's just one page. It's a little bit different. It's... the character here is named Bookhaus. He's a strange guy. He produced have something. He's funny. Two of them. And actually, he's the son of desire. Here, the part I'm trying is to read it to change the mood, because that was other mood. Here with his girlfriend or his teacher who learned the alphabet by his mouth and her body when he was a child. After now he going to 16, Arthur Rambo, he destroyed his mind. And here the little bit, one page I will read it about what's meaning the word, because I believe in word. And the super book in Injil, the Bible. It's the word, the first, and the Quran, اقرأ, the first word coming from the God. That's meaning the word can change the life. الكلمات التي تعلم حروفها على جسد بثينة الحار وهو طفل ظلت تحمل شهوة ودبسا لا مثيل له. فهو المتعلم الوحيد على وجه الأرض الذي أتقن الكتابة والقراءة بحواس أخرى. الكلمات نفسها صارت تسحره، تسرقه من أحضان بثينة. لم تكن تدري أن غلامها العاشق سيغرق في أتونها مضمخا بغبار الكتب، ويبدأ بترديد أحرف غريبة على مسمعها، حتى فاجأها مرة بهمس لم تتوقعه، فشعرت بأنها قد بدأت تفقد السيطرة، فلم تكن المرشد الأكبر سناً الذي غرر بها مراهق مجنون فحرق هشير قلبها، بل أراحها شعور غامض بأن أي امرأة أخرى على وجه الأرض ما كانت لترفض الذهاب إلى أقاصي الجنون إذ ما قابلت هذا الصبي الأزعر الفادد، فهو كتلة متفجرة من الشبق الشرير المدمر والشغف الشيطاني الذي لا يقاوم. فكرت بذلك وهي مستلقية بكامل عريها وسط ضغل من الهواجس، وهو يسيح ألواحا من الشوكولا على موقد غاز فائر بالوهج الأزرق. بعد أن وضعها في ركوة قهوة أمسك بالركوة واقترب منها، بدأ يغمس سبابته بالسائل الداكن الحار،
ويشرع بتنقيطه على بياض بطنها المشع، فينقبض الجسد من الألم واللذة، يرسم حروف اللغة الفرنسية الغامقة المشوية على جسدها المتحفظ المسكوت شطط. You understood that. I think this is like we had it all afternoon. Yeah. Yeah. So it's a very nasty. Actually, I finished. This is a shock.